المسلسلات كتير ومعرفتش تتابعها كلها في رمضان؟ فاتك حلقات مهمة من مسلسل صديق العمر والسبع وصايا؟ تابعونا يومي الجمعة والسبت لمتابعة الحلقات المجمعة للعشر حلقات الأولى من مسلسل صديق العمر الساعة 3 عصراً، ومسلسل السبع وصايا الساعة 4:30 بدون توقف. شاهد وتابع مسلسلاتنا على قنوات دريم في رمضان وعوض ما فاتك في الحلقات المجمعة في نهاية الأسبوع.